بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفتتح اليوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2020 أعمال الجلسة 28 دور الانعقاد السنوي العادي الثاني الفصل التشريعي الخامس، وهي الجلسة الثانية اللي نبتديها عن بعد. وطبعا قبل ما ندخل في جدول أعمال هذه الجلسة، اسمحوا لي أخوتي وأخواتي بهذه المناسبة وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، أتشرف باسمكم جميعا أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته وعلى الأمة الإسلامية والعربية باليمن والخير والبركات. كما وأتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، ونسأل الله تعالى أن يوفقهما دائما لخدمة الوطن والمواطنين في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى، وأن ينعم على مملكتنا العزيزة بمزيد من التقدم والازدهار. كما ويسرني أن أهنئ شعب مملكة البحرين والأخوة المقيمين بهذه المناسبة، وأن يجعل الله هذا الشهر الكريم شهر خير وعطاء، وأن يحفظ البلاد والعباد من كل سوء ومكروه، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير إن شاء الله. وبمناسبة يوم الإعلام العربي، يسرني أن أهنئ الإعلام البحريني في كل وسائله ومواقعه ومؤسساته على ما يقوم به من مهام وواجبات إنسانية ووطنية من أجل رفع وعي المجتمع وإبراز الإنجازات الحضارية ووحدة الصف والكلمة، مؤكدين دعمنا للإعلام الوطني المسؤول في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وإذا لديكم أي ملاحظات على مضبطة الجلسة السابقة 27، إذن نعتبر المضبطة معتمدة. تفضل سعادة الأمين العام. البند الثالث الأسئلة. السؤال مقدم من سعادة النائب خالد صالح بوعنق بشأن الإحداثيات التي بموجبها تم تحديد الموقع الخاص للطائرة التي تم وضعها في منتجع الغوص، والذي لم يحدد والذي لم يجب عليه سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة في الموعد المحدد ليتم الرد عليه شفاهة، وذلك وفقا للمادة 136 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وشكرا. شكرا سعادة الأمين العام. تفضل سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة. بداية أحب أن أتوجه لكم بالتهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. عهد الله علينا على البحرين قيادة وشعبا بالخير والبركات إن شاء الله، وجعله شهر مبارك على الجميع. كما بودي أن أتقدم لكم بالشكر على دعوتي اليوم من خلال التواصل المرئي، وأشكر لكم هذه المبادرة بحيث أن ما تنقطع العملية التشريعية وتعاون الحكومة معاكم في هذا المجال، أخذا بالحفاظ على مستلزمات الصحة الواجبة في هذا الظرف الطارئ التي تعيشه البلاد. بالنسبة لسؤال سعادة النائب خالد بوعنق عن موضوع الطائرة، فإذا تسمحين لي الله يسلمك، في فيديو تم تسليمه إلى أمانة مجلسكم الموقر، إذا ممكن نبتدي في الفيديو قبل أدخل في الردود الأخرى، لأن الفيديو الحقيقة بيعطيكم تصور أوضح عن المشروع بأكمله، إذا تسمحين من فضلك. نعم تفضل. الصورة بعد تكلم في حد ذاته. نعم. ويعني تجيب على كثير من تساؤلات سعادة النائب يعني.
إذا ممكن أبتدي معاكم بفلسفة المشروع أو فكرة المشروع من الأساس. المشروع بدأ في منتصف العام 2018، وكانت الفكرة أن إحنا نستغل موارد مملكة البحرين من سواحل ومن شواطئ وبحار محيطة فينا لنخلق عامل لجذب السياحي. فتمت الفكرة اعتماد الفكرة ان احنا نقوم بانشاء منتزه للغوص تحت الماء، ويكون المنتزه في مكان محمي كمحمية، وتم التعاون مع المجلس الاعلى للبيئة على تحديد هذا الموقع، بحيث ان احنا ما ننظر الحياة الفطرية والبيئية والبحرية في هذا الموقع. وتم اختيار الموقع في شمال البحرين وحسب الاحداثيات شرقا 058-58.479، شمالا 26-35.930. وتم تخصيص موقع في على مساحة 100,000 متر مربع على أن يكون موقع دائمي لمنتزه تحت الغوص، منتزه الغوص، ويعتبر أكبر منتزه في العالم تحت الماء لهذا الغوص. وكانت الفكرة أن احنا يكون في مركز هذا المنتزه مجسم ضخم أنه يكون أكبر ما هو موجود عالميا. وتم الاختيار على طائرة 747 اللي شفتوها في الفيديو. هذه يعتبر بالنسبة لنا تعلم شله هو نقطة الانطلاقة، ومثل ما نقول فيز 1 من المشروع، على أن يتم إضافة مجسمات أخرى في المساحة دي، بحيث أنه يكون في تعددية في عوامل الجذب، واللي بيروح يغوص يكون عنده مجال أنه يغوص أكثر من مرة في نفس الموقع، يطلع على أشياء مختلفة. مثل ما شفتوا في الفيديو، الطائرة وجدناها في مطار الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، وتم نقلها من خارج المطار ثم عبر الشارع إلى بارجة بحرية ونقلها إلى البحرين. بعد إنزال الطائرة تم التأكد من سلامتها لاستقبال الغواصين، وتم إجراء العديد من رحلات الغوص للفحص من قبل الفريق المتخصصة، وتم تدشين الموقع رسميا وفتحه للعموم في شهر 9 من عام 2019، واستمر في جذب الغوص حتى شهر ديسمبر عام 2019، ونتج عنا الله يسلمك 439 غواص، منهم 320 أجنبي من خارج البحرين، وهذا رقم جدا ممتاز. طبعا الطائرة لقت ترحاب دولي وتغطية كبيرة في جميع وسائل الإعلام. أرجو أن يعني أكون قد جاوبت سعادة النائب على استفساره في هذا الشرح، سامحوني على الإطالة، بس أعتقد أن كان من واجبنا أن نعطيكم الأحداث كلها بتسلسلها من الأساس، من فكرتها إلى ما وصلنا إليه اليوم، من جانب الشفافية، من جانب مشاركتكم، من جانب علمكم بالشيء بأكمل صورة. ونشكر النائب على سؤاله. وبعدين بالنسبة طلب سعادة النائب بعض الصور، طبعا في آلاف الصور وكلها موجودة في مواقع معلنة. احنا في عند تدشين الطائرة اطلقنا اسم دايف بحرين على هذا المشروع، وخلقنا له وسائل تواصل اجتماعي او حسابات، وفي حساب موجود اليوم دايف بحرين، في صور تعود الى يناير 2019 من جميع مراحل الطائرة بما فيها قبل وبعد نزولها للماء، وكلها موجودة، ممكن يطلع عليها سعادة النائب أو أي من الأخوان أو الأخوات أو من الجمهور حتى. آمل أن أكون قد يعني أعطيت جوانب السؤال، وإذا في أي شيء أنا شكرا سعادة الوزير. شكرا، كفيت ووفيت. سعادة النائب خالد بوعنق تفضل. بالنسبة تكلم كلمة طيبة، قال الصورة تعبر عن الواقع. أنا بروي الفيديو اللي عندي الله يسلمك، وهو بيتكلم عن الواقع. أنا في سؤالي سألته هل الطيارة تحركت عن مكانها أو ما تحركت، ما رد علي في الجواب. الحداثيات طبعاً رجعان الطيارة
الطيارة تحركت عن مكانها والكل يعرف عنها أنها تحركت. شغلوا الفيديو، خلي تكلم عن الواقع اللي هو حق الطائرة. الوزير تكلم عن حادث صاد الطائرة شهر 1 وشهر 2. طلبنا منه الصور يعطينا اياهم اللي مال عقب الحادث، وللاسف ما زودنا لا بالفيديو اللي اعطانا اياه ولا بالصور. نتمنى شغلنا الفيديو ام محمد. تفضل يشتغل الفيديو عندك. تفضل. ليه ما شاف قول الله يسلمك. ابي سعادة الوزير يشوف الفيديو ويقتنع منه. بالنسبه حق الصور اللي تحدث عنها في المواقع ترى، واللي حطوه والغواصين اللي وياهم، انا ممكن ترى احط لي اصور وممكن احط لي غواصين انا احطهم. انا بالعكس انا ويا المشروع، واتمنى المشروع نفس ما تفضل سعادة الوزير ان تنحط القطع الثانيه مثل ادواب ما ادواب اي شيء حق الغوص ينحط، انا ما عندي اي مانع. بالعكس احنا ندعم الوزير. احنا الوزير وطرشت له مسج اعتقد انا شهر 8 وقلت له عن الموقع وكلمتش عني يا ام محمد عن الموقع، وكنا ما نبي نثير الموضوع لان الموضوع حيوي ويهم ديرتنا. واحنا بالعكس هذه طال عمرك الصور اللي يحطونها، وهذه الغواصين بتشوفونهم قدامكم، وسعادة الوزير خلي يشوف الصور، يشوف الصور اللي عرضهم ويشوف الصور اللي انا بعرضهم له، وانا ترى شايل منهم الصور. هاي وقت تنزيل الطياره بارك الله فيهم، لكن وينهم المهندسين اللي نزلوا الطيارة أو اللي يابوهم؟ ترى هدوا المشروع ومشوا. أنا بقول لك عن الإحداثيات يا أم محمد، شوفي ما هي الإحداثيات طال عمرك. أنا يا ليت الوزير قال لي طيارة نزلت على نفس الإحداثيات. أنا بالعكس أنا ترى مو ضد الوزير، وأنا أتمنى له كل التوفيق، والواحد مو بعيب إذا المشروع ما نصار فيه. شوف وقف الصورة يا شيخ، وقف الصورة أم محمد، خلي يوقفون الصورة. شوفي يسمعونك تفضل وقفوا الطيارة، خلي يوقفون لي الصورة الله يسلمش على ذي. خلي نشرح حق الوزير طال عمرك، دام احنا بحاحير ونعرف البحر نشرح له. لا لا طب الصورة الطيارة اللي واقفة على الاستندات الله يسلمك، رجع الصورة الله يبارك فيك. ايه رجع بس هذه زين. لا حط ايه الطيارة هذه المفروض، هذه المفروض شوف الطيارة تنحط على هاي الاستندات. شوفي هذا المشروع الصحيح هذه، بس خلي اخذ نظره عليها الوزير نفس ما تفضل قال الصور يتكلم. مشي الفيديو الحين، مشي الفيديو. هذه الطائره المفروض الموقع مالها والجميل، واتمنى يعني منهم، واحنا مشروع ترى حيوي واحنا ندعمه بكل ما نملك. هذه الطياره عقب ما نزلوها هذه من موقع مال الوزير اللي قال عنه. نعم هذه الصور من الموقع، انا بروي صوره يمكن ينصدم فيها الوزير الحين بيشوفها. هذه شيء طيب يعني، انتم تشوفوا الصور مالهم، ليش ما يصورون الطياره وهي قاعده على الاستندات؟ لان الطياره ما قعدت في الموقع مالها، الطياره زحفت عن مكانها. شوفيهم لاحظي كل الصور ترى هي من الموقع، حطوا بالكم حق الحبل هذه. رجع الصورة هذه شوف داخل، اوكي ماشي ماشي خلها عاديا في هاي داخل الطيارة وشي طيب. ليش ما يصورون الطيارة وهي برا؟ الحين بروي الصورة وخلي يشوفها الوزير ويحكم عليها. انا بالعكس انا الموضوع تقريبا من شهر 8 ومن شهر 9 وكنت اكلمش عني يا ام محمد يقول لي لهم احنا ما نبي. شوفوا هذا الموقع، شوفوا الطيارة في وين؟ خلها على ساعة يشتغل، شوفها وين الاستندات؟ هذه عقب ما زحفت الطيارة عن الموقع مالها. شوف وين متيوحة؟ هذه فاسكيرا يسمونها بنت النخبه. شوفها وين متيوحه في الرمال، وهذه الطائره. هذه الحين بعطي الوزير التاريخ مالهم. شوف الطياره شلون مفلوله، حطوا بالكم عليها. شوفوا هذه واحد من الغواصين جاي بيلصقها. شوف الطياره شلون مفلله، حطوا بالكم عليها. احنا ما كنا نبي نتكلم عن هذا الموضوع. انا بس اللي ثار موضوعي يوم نزل الوزير شهر 1 مري شهر 2 قال تعرضت، شوف البحر، شوف اللي تكلم عنه طيارة في وين في الرمل متيوحة. شكرا يا أم محمد. شكرا سعادة النائب. تفضل سعادة الأمين العام السؤال الذي يلي. ثانيا رد سعادة وزير الصناعة والتجارة
والسياحة على السؤال المقدم من سعادة النائب يوسف زين العابدين زينل بشأن قيمة مشروع مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات في الصخير وشكرا. سعادة النائب يوسف زينل تفضل. أنا حقيقة أتشكر لسعادة الوزير على رده، لكن كالمعتاد مو بس هو، عادة معظم الوزراء يعني يمتازون في إجاباتهم بالاختصار الشديد وب يعني عدم الإجابة مباشرة على السؤال أو حتى الهروب من السؤال. أنا حابب أفصص في السؤال عشان أبين لكم أنه الإجابة للأسف الشديد غير موفقة وغير موجودة أساساً إلا في بعض النقاط. خلنا نشوف الفصل الأول أو الجزء الأول من السؤال. أنا وجهت سؤال لسعادة الوزير وزير الصناعة والتجارة والسياحة، كم تبلغ قيمة المشروع؟ زين؟ روح تشوف أول جواب، ما في ولا كلمة يجيب على هذا السؤال. طبيعي يا جماعة، أي مشروع أنت تسويه قبل حتى ما تعرضه على القيادة السياسية الرشيدة، على الحكومة الرشيدة، لابد يكون عندك أنت تصور واضح للتكلفة، مو بس الإجمالية، التفصيلية للمشروع. وبيسألونك إذا ما حطيت التكلفة. فبالتالي للأسف الشديد هني احنا نبحث عن الكم، كم تبلغ قيمة المشروع. يا أبو راشد عطنا الجواب على هذا السؤال البسيط جدا جدا. نروح للجزء الآخر. الجزء الآخر بيقول من أين حصلت الهيئة على أرض المشروع وهل تكبدت أموالا مقابلها، وإن حصل ذلك فما حجم تلك الأموال وما هي مصادرها؟ طبعا الجواب اللي يعني إن في هناك مقايضة بين جهتين رسميتين، هيئة البحرين للسياحة والمعارض وحلبة البحرين الدولية. هنا نتكلم عن كيف، هناك سألنا كم ما حصلنا جواب، هنا الكيف حصلنا جواب لكن ما في تفاصيل. يعني لو نبحث عن التكييف القانوني للعقد اللي أبرم بين الطرفين ما تشوف في أي تفاصيل. أنا ما أدري هل هو عقد تنازل، عقد بيع، عقد شراء، شنو يعني التكييف القانوني لهذا العقد. ننتقل إلى السؤال الذي يلي. سعادة الأمين العام تفضل. شكرا معالي الرئيسة. رد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة على السؤال المقدم من سعادة النائب محمد خليفة أبو حمود حول جهود الوزارة في حماية المجتمع من التصرفات والأعمال المخلة بالآداب العامة والأخلاق في القطاع السياحي والفندق والأماكن العامة في مملكة البحرين وشكرا. شكرا سعادة الأمين العام. سعادة النائب محمد محمود تفضل. شكرا لسعادة الأخ العزيز وزير التجارة والصناعة والسياحة الأخ زايد بن راشد الزياني، شكرا على سرعة الرد السؤال، يعني ما أخذ يمكن أقل من الأسبوعين وجانا الرد. سعادة الوزير والله يعني نحبك في الله، وأنت يعني ما في داعي نقول عن أخلاقك وعن مبادئك في مثل هذه الجلسات المعروفة لدى يمكن الكثيرين. سعادة الوزير كان سؤالنا يتمحور في يمكن أنا على ثمان محاور، كان حول جهود الوزارة في حماية المجتمع من التصرفات والأعمال المخلة بالآداب العامة والأخلاق في القطاع السياحي والفندقي والأماكن العامة في مملكة البحرين. الإجابة كانت اسمح لي سعادة الوزير كانت مبعثرة نوعا ما، ما يعني حصلت على 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 معلومة وراح يعني تشوفها من خلال النقاط الثمان.
ما هي هذه الجهود التي يعني ذكرها الوزير ان هناك جهود ما عرفنا يعني ايش هذه الجهود؟ دور المساند والتكامل اللي مع وزارة الداخلية ايضا ما كان واضح. كيف تصدت وهذه الاهم الوزارة لكافة الممارسات التي تخل بسمعة البحرين السياحية السياحة الوطنية؟ ما هي طبعا هذه التعديلات في قانون تنظيم السياحة واللي تطرقت لها سعادة الوزير في معرض الرد؟ ماذا فعلت طبعا مملكة البحرين لتعزيز السياحة العائلية واللي يمكن حتى القيادة يعني في كثير من اللقاءات في كثير من المحافل من خلال جلسات الوزراء كانت تشدد على وجود سياحة عائلية في مملكة البحرين؟ هذه يعني دعم للاقتصاد الوطني. طبعا سؤالنا كان عن خطط توائم الزيادة في الأنشطة طبعا، وأيضا آخر نقطة ما هي المخالفات التي ضبطتها الوزارة والإجراءات التي تم اتخاذها؟ سعادة الوزير احنا اليوم ما نبي نقول ان يعني مسألة فيروس الكورونا نشكره على يمكن كثير من الأمور التي تغيرت في مبادئ دول العالم كلها قابلة وليست مملكة البحرين. سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة تفضل. طبعا أولا أحب أشكر سعادة النائب عن ما ذكره في مطلع كلامه، وما عليك زود يا أبو خليفة، إحنا الحمد لله نعيش في مجتمع متواصل متراحم وفي قيم عالية، وبفضل من الله ومن القيادة إن شاء الله راح نورث هذا القيم من المجتمع البحريني إلى الأجيال القادمة. وأشكرك على ما ذكرته في مطلع كلامك. أحب أؤكد لك الله يسلمك أن مبدأ إن سمعة البحرين ومبدأ السياحة العائلية هي من أهم المبادئ اللي إحنا نحاول نثريها ونحافظ عليها في جميع خططنا في هيئة البحرين للسياحة والمعارض، سواء من الفعاليات، سواء من البرامج الترفيهية، سواء من عوامل الجذب. نسعى دائما إلى أن إحنا ندعم هذه التوجه، وهذا توجه مثل ما تفضلت تحثنا فيه وتوجهنا دائما القيادة الرشيدة، وإحنا مأتمنين عليه ونحافظ عليه ونسعى دائما. أيضا نحاول أن احنا نشرك أكبر قدر ممكن من المجتمع البحريني بحيث يستفيد من هذه المشاريع من هذه الفعاليات، ولعل أفضل وأقرب مثال كان مهرجان الغذاء اللي مع الأسف ما تمكننا من إتمام كامل فعالياته هذا العام بسبب الاحترازات الصحية لفيروس كورونا. ولكن يعني في بداية مطلع المهرجان كانت الأرقام تبشر بالخير، وكان عندنا معدل الحضور اليومي يفوق 40% عن النسخة الماضية، وعدد المشاركين اللي أغلبهم من الأسر أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة البحرينية كان هالسنة متوقع يفوق 220 مشارك، وهذا شيء يعني مصدر فخر لنا مقارنة بأن احنا أول نسخة قمنا بها في هذا المهرجان يمكن قبل 4 سنين كان عدد المشاركين ما يتجاوز 50. فالحمد لله احنا وياكم ماشيين وعندنا امان نحافظ عليها. هذا طال عمرك ما يمنع من ان يكون في تصرف او سلوك شخصي مخالف، احنا ما نحكم البشر في افعالهم، ولكن مسؤوليتنا ان نحاسبهم اذا زلوا او اذا طلعوا عن القانون او عن الاعراف الاجتماعيه والاعراف اللي احنا نعيش فيها ونحافظ عليها بصفه دوريه. احنا دورنا طال عمرك اختصر في محاسبة من رخص لهم اللي هم المنشآت السياحية، فإحنا نحاسب في المقام الأول المنشأة وإدارتها، أما التصرفات الشخصية من أفراد فهذه من مسؤولية وزارة الداخلية ويقومون به بكل شكر وامتنان وبالتنسيق مع وزارتنا مع الهيئة ومع الوزارة في التصدي لهذه الأفعال. لك كل الشكر والتقدير، والشكر موصول لسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة. سعادة الأمين العام تفضل البند الذي يلي.
شكرا معالي الرئيسة. البند الرابع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية. أولا تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2017-2018 وشكرا. شكرا سعادة الأمين العام. سعادة النائب أحمد العامر مقرر اللجنة تفضل. شكرا مع الرئيس، أرجو تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة؟ أغلبية موافقة. سعادة النائب أحمد السلوم رئيس اللجنة تفضل. صباح الخير. في البداية أتوجه بالشكر إلى سعادة رئيسة مجلس النواب والسادة النواب على إتاحة فرصة مناقشة التقرير وتخصيص هذه الجلسة بالكامل لهذا الأمر مع التقارير الأخرى الواردة في جدول أعمال الجلسة. وأود كذلك توجيه الشكر لسعادة الأستاذ حسن الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية السابق على جهوده وجهود الفريق المعاون في إعداد التقرير 2017-2018 والذي امتلأ بالملاحظات الجدية والقيمة عن أداء العديد من وزارات ومؤسسات الحكومة. أتوجه بالشكر أيضا إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء الذين أبدوا اهتمامهم بالحضور والتفاعل. ما أود أشير إليه هنا معالي الرئيسة والزملاء الأفاضل أن بالرغم ما ورد من معلومات وملاحظات قيمة للغاية في هذا التقرير إلا أننا يصعب وفقا للرأي القانوني بهذا الصدد حسب نص المادة 134 من اللائحة والمادة 145 أن يتم استجواب أي وزير تم توزيره عقب قيام هذه المخالفات في الوزارات المعنية أي بعد إعلان تشكيل وزارة جديد. لذا بما أن تشكيل وزارة الأخير قد قام عقب صدور التقرير فإنه لا يجوز مساءلة السادة الوزراء عما ورد فيه من ملاحظات بالرغم من أهميتها، ولكن قامت اللجنة بصياغة مجموعة من التوصيات والملاحظات المهمة المتعلقة بهذا التقرير وهي موجودة بين أيديكم الآن معالي الرئيس وأصحاب السعادة النواب ونرجو الموافقة عليها، علما بأن بعض الملاحظات المستمرة منها والواردة في التقرير الأخير لديوان رقابة 2018-2019 التي سوف يتم مناقشته مباشرة بعد اعتماد هذا توصيات هذا التقرير أوسع نطاقا وتطرقنا لكثير من الأمور في النقاشات ويمكننا استخدام الأدوات الرقابية في معالجة هذه النقاط حسب ورودها في الباب الخامس وشكرا. سعادة النائب الدكتورة سوسن كمال تفضلي. معالي الرئيس، نحن في وقت أحوج فيه من أي زمن مضى لحماية اقتصادنا من النزول، وتعد فكرة ديوان الرقابة المالية والإدارية فكرة معززة للشفافية والتطوير في إدارة المال العام كي يصرف كل دينار في مكانه الصحيح. وتصحيحاً لبعض الفهم الخاطئ معالي الرئيس، نقول لا ضير أن ترد أسماء كل مؤسسات الدولة في التقرير لأن هذا يعني أن كل مؤسساتنا تحت طائلة الفحص والرقابة وهذه حالة صحية، وطالما كنا نعمل لابد أن نقع في أخطاء أو سلبيات، ولو توقف صدور هذا التقرير يوما ما فلن يعني ذلك أننا وصلنا مرحلة الصواب الدائم وعدم الخطأ نهائيا، بل سيعني تراجعا في منظومة النزاهة والشفافية. وطالما أننا في زمن الكورونا معالي الرئيس، دعونا نضرب مثلا به لتوضيح الصورة. على سبيل المثال، لو أننا لم نجري فحصا واحدا للكورونا هل يعني ذلك أن عدد الحالات لدينا صفر؟ كلا بالتأكيد، وهكذا مؤسساتنا أيضا تخضع جميعها للفحص والتدقيق والرقابة. فلتستمر الوزارات في عملها سعيا للتطوير الدائم، ويستمر الديوان في عمله كما هو الآن معتبرا المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الانتوساي في القيام بأعمال الرقابة التي يطلع بها، ويتم الاسترشاد بالمعايير الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين الـ IFAC فيما لم يرد بشأنه نص في معايير الانتوساي. وللأمانة فإن الديوان يعمل بأعلى درجات النزاهة والمهنية والشفافية، ومفاد ذلك أننا الآن في الطريق الصحيح، فالمال العام هو عصب الدولة
وبه يتحدد مصير نهضتنا. لذلك فقد أحاط المشرع المال العام بسياج من الحماية الدستورية والقانونية والرقابية اللازمة لضمان جبايته وحسن إنفاقه دون إسراف أو تبذير فيما يدعم الدولة والمجتمع ويعود إليه بالنفع. شكراً معالي الرئيس. سعادة النائب الدكتور عبد الله الذوادي تفضل. طبعاً بداية نشكر ديوان الرقابة المالية والإدارية على الجهود الكبيرة في العمل والتدقيق وتقديم هذا التقرير الذي يعد مرجعاً مهماً للدولة بجميع السلطات في التطوير والتنمية. والشكر موصول أيضاً لرئيس وأعضاء لجنة المالية بالمجلس على جهودهم الكبيرة في مراجعة التقرير ووضع التوصيات للمجلس. معالي الرئيس، ديوان الرقابة المالية والإدارية يهدف إلى التحقق من حسن إدارة الأموال العامة وسلامة الإجراءات الإدارية والاستخدام الأمثل للمرافق والموارد الدولية. معالي الرئيس، بعد صدور هذا التقرير سواء كان تقرير 2017 أو تقرير 2018 بادرت الحكومة بالعمل على تصحيح المخالفات سواء بتطبيق اللوائح الداخلية للمؤسسات الحكومية على المخالفين أو تحويل منها إلى النيابة للتحقيق بشأنها وفق الإجراءات القضائية. الملاحظ من التقرير معالي الرئيس أن ما المخالفين الذين تم تحويلهم إلى النيابة العامة يختلف عن توصية اللجنة في هذا التقرير. الآن بعد انتهاء اللجنة المالية من دراستها للتقرير يجب أن يفعل المجلس أدوات الرقابية والتشريعية في معالجة هذه المخالفات سواء بالتشريع لسد هذه الثغرات أو بالإدانة السياسية من خلال أدوات الرقابية. معالي الرئيس، التقرير الذي نحن بصدد مناقشته يحتوي على عدة مخالفات وملاحظات نطالب بالآتي. رقم واحد، المخالفات المتكررة التي وردت في البند الخامس من التقرير وهذا يجب أن لا يحدث بتاتا، إذ من المفترض أن تقوم الحكومة بمعالجة المخالفات حتى لا تتكرر في التقارير اللاحقة. اثنين، أن تقوم الحكومة بوضع آلية لاسترجاع الأموال المهدرة بحسب التقرير بعد أخذ جميع التدابير القضائية والقانونية. ثلاثة، تفعيل الرقابة الداخلية للمؤسسات الحكومية حتى تكون الصد الأول للمخالفات داخل المؤسسة ومعالجتها فور حدوثها. أربعة، الملاحظ من التقرير أن 46% من ميزانية المشاريع لم تمس وهذا يجب العمل على الوقوف على أسباب ذلك والتخطيط الفعال لميزانية المشاريع وذلك من أجل استغلال الأمثل للميزانيات المرصودة لمشاريع التنمية والتي من الممكن الاستفادة منها في تنفيذ برامج ومشاريع أخرى تكون أكثر أهمية وأولوية للمواطنين. سعادة وزير المجلسين تفضل. طبعا الأمر أولا وأخيرا راجع لمجلس موقر في قضية إقفال النقاش في هذا البند والانتقال لبعد، ولكن يعني أخشى أن يصير تصويت وتفوت علي الفرصة في مداخلة. فقط أريد أن ألقي الضوء على تحديدا توصيات اللجنة بالنسبة للتقرير 2017-2018 وبيكون على عجالة إن شاء الله. مع الرئيس الأخوات والأخوان أعضاء المجلس، 2017-2018 رصد ديوان الرقابة الإدارية المالية 351 ملاحظة، منها 330 كما بينت اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول، 330 ملاحظات إجرائية و18 ملاحظات تتطلب تحقيق داخلي، وهذا ما قامت به الحكومة في حينها بتشكيل لجان تحقيق داخل الوزارات المعنية من أجل تحقيق هذه المخالفات. منها أيضا 3 مخالفات ارتقت إلى شبهة فساد وتم إحالتها إلى النيابة العامة. هذا بالنسبة للإجمال. بالنسبة لبعض التفصيل وليس تفصيلا كاملا، بالنسبة للتوصيات، إذا أتينا التوصية 2 من تقرير 2017-2018
أن تعمل الحكومة المقررة مواجهة المخالفات رصدها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقرير مع التركيز المخالفات المتكررة كل سنة. هذا كما قلت مناط باللجنة التنسيقية وذلك منذ العام 2012 إلى العام الماضي 18-19. بالنسبة للملاحظة الثالثة أن تقوم الحكومة المقررة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال، طبعا هي في حالة رصد مخالفات ترقى إلى شبهة فساد أو إلى جنايات تحال النيابة العامة. طبعا النيابة العامة من خلال تحريك الدعوة من القضاء بيكون من ضمن مطالبات في الدعوة استرجاع الأموال المهدرة. بالنسبة للملاحظة الخامسة، توسيع نطاق رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية على الأداء لتشمل الخطط والبرامج والاستراتيجيات جمع الجهات. طبعا الديوان أنشئ بقانون والقانون حدد نطاق تطبيقه بالنسبة للديوان، فإذا كان هذا من ضمن المهام وإلا يجب أن نرجع إلى قانون الإنشاء ونعدل فيه بما يتناسب مع تنفيذ هذه التوصية. بالنسبة للملاحظة رقم 6، أن تقوم الحكومة الموقرة بتفعيل الرقابة الداخلية في كافة الجهات. هذا أيضا كما قلت كان البند الأول على جدول أعمال لجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي النائب الأول رئيس اللجنة التنسيقية، طبعا النائب الأول رئيس مجلس الوزراء، بأن إعادة هيكلة الرقابة الداخلية بالحكومة من تعزيز أدوات الرقابة الداخلية. هناك عمل من جانب الحكومة وعمل سريع جدا، هذا كان قرار مجلس الوزراء وفي الاجتماع التالي للجنة التنسيقية تقوم بكل هذه المهام. بالنسبة للملاحظة السابعة والأخيرة في تقرير 17-18، ضرورة استخدام ديوان الرقابة المالية والإدارية لصلاحياته في حالة المخالفات للجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية إذا توافرت لديه أدلة جدية على وجود جريمة جنائية بجهنها. هذا ما قام به الديوان فعلا، هذا طبعا اختصاص المادة 11 من إنشاء ديوان الرقابة الإدارية المالية والإدارية، كان له هذه السلطة حالة القضايا مباشرة إلى النيابة العامة، وهذا ما قامت به أيضا الجهات الحكومية في حينها بحالة 3 قضايا إلى النيابة العامة. إن شاء الله في 2018-2019 التقرير سوف أبين أيضا أمور أخرى قامت بها الحكومة أو ديوان الرقابة المالية والإدارية حسب اختصاصه وحسب الصلاحية المناطة به. شكرا معالي الرئيس. فقط ملاحظات سريعة على توصيات اللجنة قبل أن يتخذ المجلس قراره بالنسبة لي إقفال النقاش في هذا البند أو المضي فيه، والأمر راجع لكم. شكرا معالي الرئيس. سعادة النائب بدر الدوسري تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. عليكم السلام. شكرا معالي الرئيس. طبعا بلا شك كنا أمس في اجتماع نقاشي مع اللجنة، أشكر رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة على هذا الجهد الكبير اللي قاموا فيه مع بخصوص تقرير الرقابة الإدارية والمالية. بلا شك أنا ذكرت أمس نقطة لرئيس اللجنة وأذكرها الآن كذلك للتنبيه فقط. أشوف أن أهم نقطة في هذا الموضوع هو ضمان عدم تكرار الملاحظات والأخطاء ومحاسبة كذلك الهدر في المال العام سواء عمدا أو قصدا، كذلك وضع معايير واشتراطات وإجراءات أشد رقابة وأكثر التزاما لكي تقل هذه المخالفات الإدارية والمالية في التقارير القادمة، خصوصا المخالفات المتكررة منها والتي تتكرر كل عام في التقارير السابقة وربما القادمة كذلك. أكرر شكري وتقديري لرئيس وأعضاء اللجنة وشكرا لمعاليكم. سعادة النائب محمد العباسي تفضل. شكرا معالي الرئيس. وأيضا توضيح فقط للمقرر في البداية أن احنا نتداخل حتى ننبه على مخالفات ما زالت مستمرة مع الأسف الشديد إلى يومنا الحالي. وأنا راح أتحدث عن تقرير 2017-2018 وراح أبدأ فيه في المخالفة اللي أعتقد استمرت أيضا لدينا وهي
الموضوع المتعلق بالعجز في الميزانية العامة للدولة، وذكر اليوم الرقابة المالية في هذا التقرير بأن السبب الرئيسي هو استمرار الدولة في الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي لتمويل الميزانية العامة للدولة. وأستذكر هنا المشاريع بقوانين اللي قدموها السادة النواب المتعلقة بهذا الجانب بإدخال كافة إيرادات الجهات الحكومية إلى الميزانية العامة للدولة، إلا أن الحكومة كانت رافضة أن تدخل هذه الإيرادات كمثلا هيئة السياحة وغيرها من الجهات اللي تستقل ماليا وإداريا وتدخل موارد قد تنفع الدولة في هذا الجانب. يجب اليوم معالي الرئيس أن ندق نقوص الخطر في هذا الجانب. إحنا اليوم نعاني من دين عام يؤثر على الوضع المالي للدولة بشكل عام، والحكومة غير ملتفتة لهذا الجانب. خلينا نكون واقعيين، الميزانية الأخيرة اللي أقرها مجلسكم كانت تعتمد بنسبة كبيرة جدا أيضا على الإيرادات النفطية. المشكلة اللي صارت في 2016 بانخفاض أسعار النفط واللي أشار له التقرير في ذاك الوقت هي تتكرر اليوم بانخفاض أسعار النفط اليوم بشكل مخيف أكثر من الوضع اللي كان في 2016 و2017. وحذرنا في الميزانية العامة للدولة، وكانت في مداخلتي حذرت من هذا الجانب أن ما هي خطة الحكومة في حال انخفاض أسعار النفط. إحنا اليوم نعاني من هذه المشكلة. الحل الوحيد واللي من سنوات مع الأسف الحكومة تلجأ له هو الاقتراض وزيادة المشكلة بمشكلة أكبر في البحرين في الوضع المالي بشكل عام. من هذه المشاكل أيضا اللي تحدث عنها التقرير في موضوع العجز في الميزانية هو رصد ميزانيات عالية لكثير من الوزارات لمشاريعها ولا تستغلها بنسبة فوق 50%، ما تستغل هذه الميزانيات. ونقترض بناء على الميزانيات اللي موجودة، لما يجي الحساب الختامي يطلع الاقتراض أصلا كان ما في منه فائدة لأن أصلا ما استغلينا هذه الأموال. أستذكر أيضا في هذا الجانب في هذا التقرير بالتحديد كان هناك برنامج عمل حكومة قدم في 2014، وكان من ضمن الأمور التي تعهدت الحكومة فيها في عام 2014 أنها تصل إلى مرحلة الفوائض في الميزانية في عام 2018. مع الأسف وصلت إلى عجز كبير في الموازنات وإلى مضاعفة الدين العام إلى رقم مخيف اليوم، حتى وصل إلى أكثر من 90% من الناتج المحلي. وما زلنا نتحدث ويتحدث سعادة وزير مجلسين قبل شوي بالتوصيات اللي وضعتها اللجنة المالية بأن احنا قمنا والله بالتحقيق وسوينا وغيره. ما فائدة التحقيق إذا كنا في وضع مالي مخيف؟ سأمنح الكلمة لسعادة وزير المجلسين لأن هناك عدد من السادة الوزراء هو أكيد راح يوضحهم بالأسم. تفضل سعادة وزير المجلسين. شكرا معالي الرئيس. والله معالي الرئيس حبيت أبدي ملاحظة بسيطة، يعني اشتقنا لرؤيتكم على الطبيعة والالتقاء بكم في قاعات المجلس، وإن شاء الله يكون ذلك قريب بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. يعني ذكرني نائب الأخ محمد العباسي الحب اللي كنا لكم دائما. مع الرئيس قال الأخ سعادة النائب يعني وين وزراء المعنيين. طبعا التقرير والرقابة الإدارية والمالية يخص الجميع الحكم حتى بما فيها طبعا مجلس النواب، وهذه طبعا الجهات المناط للمجلس فحص أوضاعها الإدارية والمالية. لا معايا أنا طال عمرك حاليا سعادة الوزراء، وزيرة الصحة، وزير التربية والتعليم، وزير الشباب والرياضة، ووزير المواصلات والاتصالات. هذا أولا. ثانيا يعني احنا في آلية محددة في حضور الوزراء، طبعا رئاسة المجلس على علم بذلك والأمانة العامة على علم بذلك، أن يعني في ديوان الرقابة لا يطلب تحديد وزراء معينين حضورهم، هذا العرف من 2002 تقريبا إلى اليوم، وهناك مواد في اللائحة، ولكن يناط الأمر بالحكومة. طبعا يرفع الأمر إلى صاحب سمو رئيس الوزراء ويحدد من يحضر من الوزراء بالاسم والمسمى الوظيفي. فالموجودين معاكم هم تحديدا من كلفوا اليوم بحضور هذه الجلسة. شكرا لكم جميعا، وشكرا على استفسار الأخ محمد، وأتمنى أن إجابتي تكون يعني وافية بالنسبة. شكرا معالي الرئيس. شكرا سعادة وزير المجلسين. سعادة النائب أحمد العامر مقرر اللجنة، تفضل. شكرا معالي الرئيس. طبعا رد لسعادتنا محمد عيسى، طبعا احنا نناقش مثل ما تفضل التقرير 2017 و2018، المواضيع اللي طرحها أمانة مهمة جدا، وكانت العجز في الميزانية وتنويع مصادر الدخل ما حد يختلف معاه.
احنا نتكلم عن تقرير عمره سنه، احنا كيف تفاعلنا التفاعل الصحيح في استخدام الادوات الرقابيه؟ هذا احنا الامر متاح سنه كامله، الان مرحله فعل وليس كلام. اتكلم مع الرئيس. والان اعتقد ان مقرر لجنه، توصيه اللجنه، تفضل. الموافقه على التوصيات الوارده بالتقرير مع حاله ما يتعلق منها بالسلطه التنفيذيه الى الحكومه. اتكلم مع الرئيس. الموافقون على توصيه اللجنه؟ أغلبية موافقة، إذن تحال هذه التوصيات إلى الحكومة الموقرة. تفضل سعادة الأمين العام. تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2018-2019. وشكرا. شكرا سعادة الأمين العام. هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة؟ أغلبية موافقة. سعادة النائب الأول عبد النبي سلمان، تفضل. يعني معهد الإدارة العامة لديه مستشار بلجيكي من جنسية بلجيكية، أنا لا أفهم يعني شنو رد الوزير المعني بإدارة المعهد أن يكون هناك مستشار بلجيكي يقضي 30 الشهر في ديرته في بلجيكا ويستلم راتب 63 ألف دينار سنوياً. وأيضاً التقرير ديوان الرقابة المالية يشير إلى أن المعهد يختار مدربين دون الاطلاع على مؤهلاتهم، وهناك ضعف في الإجراءات المتخذة من قبل المعهد فيما يتعلق بالبرامج التدريبية. طبيعي لأن الوزير، لأن الرئيس والمستشار غير موجود. أنا أريد أن أسأل يعني المدير الموجود حاليا معنا مدير المعهد الأخ رائد بن شمس، يعني ما هو مبرر أن يكون لدينا مستشار بهذه الكفاءة العالية جدا العالمية جدا اللي ندفع لرواتب وهو غير موجود؟ ما جدوى أن يكون لدينا ذلك؟ النقطة الثانية أعتقد هي ديوان الخدمة المدنية. ديوان الخدمة المدنية هناك تجاوزات إدارية واضحة في توظيف موظفين دون توثيق، نتائج مقابلاتهم بدون مقابلات، بدون نتيجة المقابلات يوظفون، وعدم موائمة قوائم التوظيف لدى الديوان الخدمة المدنية مع متطلبات الوزارات، يعني الاكتفاء فقط بما ترشحه الوزارات. ما جدوى أن يكون لدينا قوائم إذن على قوائم الانتظار؟ أنا أريد أن أفهم من سعادة الوزير المسؤول عن ديوان الخدمة المدنية. كما أن عدم التأكد من صحة مؤهلات الموظفين الأجانب في الوزارات، هؤلاء الأجانب يعني أنا أريد أن أعرف إن لماذا يتم تضييق على البحرينيين في مؤهلاتهم من قبل الديوان، من قبل وزارة التربية والوزارات الأخرى في الدولة في الوقت الذي الأجانب لا نعرف شهاداتهم مضروبة وغير مضروبة؟ نريد أن نفهم هل هناك منطق يعني يعادي البحريني لصالح الأجانب؟ أنا أعتقد هذه المعادلة يجب أن تغير. ثانياً لا توجد ضوابط يعني لها علاقة بمبدأ تكافؤ الفرص، هذا ما يقوله التقرير، وأن وجدت لا تطبق، لا يوجد تفعيل لنظام التظلمات أيضاً في الديوان الخدمة المدنية. ما هو مبرر يعني الإداري أن تكون هناك تظلمات لكن لا يؤخذ فيها؟ وما هو مبرر أن يكون مبدأ تكافؤ الفرص لكن لا يتم تفعيل على الأرض؟ كذلك استمرار 291 موظف لدى ديوان الخدمة المدنية في وظائفهم رغم ثبوت عدم الحاجة إليهم، ما هو المبرر؟ أريد أن أفهم، لا أريد أن الوزير يسكت فقط لكي تمر النقطة، نريد إجابات واضحة على هذه الأمور. المسألة الثانية أعتقد تتعلق بإيرادات شؤون الجمارك. الأخ ممثل وزارة الداخلية موجود معنا. إيرادات شؤون الجمارك بوزارة الداخلية، الإعفاءات الجمركية التي تمنح لواردات المنشآت الصناعية بلغت معالي الرئيس 157 مليون دينار خلال الفترة من 2016 ل 2018. هذه الإعفاءات أعطيت بالخطأ كما يقول التقرير. ممثل الحكومة سعادة الدكتور رائد شمس مدير معهد الإدارة، تفضل. الإدارة العامة. شكرا جزيلا سعادة الرئيسة، شكرا جزيلا سعادة النائب على طرح السؤال، والسؤال ما في شك في محله لأي صرف للمال العام سواء كان لأجنبي أو لبحريني المفروض أنه يكون محاسب إذا ما كان في مكان. إذا تسمحون لي بس خلال هذه المداخلة السريعة أبين شنو الموديل اللي نشتغل عليه، شنو النظام اللي نشتغل عليه. ما أدري إذا كان هذه واضح معاكم. وأنا أتكلم ببساطة استراتيجية المعهد خلال الفترة الماضية من أول ما بدينا، عشان ما إحنا نسميه الـ penetration strategy،
عشان نقدر نتحرك من أول ما بدينا في 2007-2008 كان لابد أن احنا نبني نفسنا بناء صحيح. لا يمكن أحد يؤمن في معهد الإدارة العامة إذا ما يعرف معهد الإدارة العامة. بالفعل احنا بدينا من الصفر. فلذلك كان بدايتنا ولما كانت الميزانية 6 ملايين دينار بدينا بالتدريب وأثبتنا قدرتنا على ذلك خلال الفترة الماضية، والحمد لله رب العالمين حصلنا على ثقة المؤسسات الحكومية وثقة الوزارة الموقرة في هذا اللي قدرنا نتحرك على أساسه في المعهد. المعهد أصبح الوجهة الرئيسية للتدريب الإداري. الأساس إن احنا قاعدين نحاول نطور الكفايات خلال هذه الفترة، فبدأنا هذه خطوتنا لأنه ممكن أصلا تقبل هذا المبدأ اللي هو التدريب سهل للتقبل، لكن لا يمكن أن احنا نوصل إلى التطوير الإداري الصحيح إلا إذا انتقلنا إلى مستويات مختلفة ثانية، وهي اللي هو أصلا موجود عندنا في استراتيجيتنا وهو البحوث والاستشارات كذلك. لكن لا يمكن لنا البدء في البحوث لأن البحوث للأسف ما زالت على صفر على الشمال بالنسبة لنا خصوصا في الميزانيات. في 2011 قلصت ميزانية المعهد إلى أقل من النص إلى 1,800,000. اللي في البداية بدينا في من خلال 5 ملايين قدرنا نقدم التدريب وأثبتنا أن البحريني عنده القدرة على التدريب بالمستويات الدولية. لما يجينا على المستوى البحوث ما كان عندنا المجال ولا الاستشارات اللي عندنا المجال، فبدينا نحاول أن احنا نبني طاقاتنا وقدراتنا في داخل البحرين من خلال الاسترشاد بالخبرات الدولية. قدرنا نصنع كثير من العلوم من خلال البحث العلمي، صنعنا ما يسمى بشبكة مينابار، قدمنا خلالها أكثر من 500 ورقة علمية، أكثر من 50 best practice من البحرين وصلت إلى المستوى الدولي. بالإضافة إلى استوينا ماجستير الإدارة العامة اللي تخرج من خلاله 120 بحريني على أفضل المستويات الأكاديمية والمهنية. إضافة إلى رئاستنا إلى المعهد الدولي وإدارة اللي هو أعرق مؤسسة دولية في الإدارة العامة. للأسف اليوم الإدارة العامة مخلوطة مع العمل الإداري العادي. الإدارة العامة علم ما يسمى به Public Administration Science. قرر اللجنة سعادة النائب أحمد العامر، تفضل. شكرا مع الرئيس. طبعا عندي 3 نقاط الحين بس بذكرهم على عجالة. النقطة الأولية نقطة إن في عيب بالنسبة حق وزيرة الصحة، أنا أتمنى أن تروح مكان عملها وتباشر عملها، ونوصل تحياتنا لكل القطاع الصحي على الدور الكبير اللي يقومون فيه في حماية البحرين من فيروس كورونا. فأتمنى إذا ممكن بعد مداخلتي أكملها ويكون في تصويت على مقادرة وزيرة الصحة الاجتماع لأداء دورها الأهم من أن تكون معنا حين في الاجتماع. النقطة الثانية بالنسبة حق أكثر من مداخلة، بالنسبة حق مداخلة حق سحب التقرير، طبعا التقرير الأصلي من ديوان الرقابة كان واضح جدا، وأيضا تقرير اللجنة واضح مع التوصيات، أي ناب عنده أي رأي آخر فأحكام الحرية والأدوات الرقابية معروفة للكل. لو فرضنا أن كان عندنا استنتاج لأي جهة مثلا التحقيق، طبعا ممكن استخدام هذه التوصية أو ممكن مخالفتها كان في التصعيد أو يمكن حتى بالعكس. في أكثر من نائب طرح قضايا كثيرة، طبعا نسأل نفسنا هل هذا المنتدى الصحيح لطرح القضايا أو من خلال استخدام الأدوات الرقابية، والأمر متروك لكم. شكرا. شكرا مقرر اللجنة سعادة النائب أحمد العامر، كل التقدير لمشاعركم وجميل كلماتكم في حق جميع الوزراء، وعلى رأس الملاحظة سعادة الوزيرة الصحة، يعني تعاطفا مع الظروف الاحترازية والاستثنائية اللي نحن بصددها، ولكن مجلسكم لا يملك حق اتخاذ قرار لا بالتصويت ولا بأي أسلوب آخر بأن يبقى الوزير من عدم بقاء، لأن هذا شأن يخص السلطة التنفيذية، والقرار صادر من بكل احترام وتقدير ذلك القرار من رئيس السلطة التنفيذية سمو رئيس الوزراء، هو الذي حدد أسماء الوزراء اللي بكل شكر وتقدير وهم معنا في هذه الجلسة. نقطة نظام إن شاء الله تكون أخيرة من سعادة وزيرة الصحة قبل نقطة النظام، تفضلي. ما ينفتح الصوت. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. أولا بداية أحب أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك،
وأشكر سعادة النائب إبراهيم النفاعي على اقتراحها بأن احنا فعلا يمكن الوقت وقتنا ثمين. احنا في وزارة الصحة وكان من ساعة عندنا احنا اللجنة التنسيقية وفي خلال نص ساعة الصلاة استطعت شوي ان انا الحق باللجنة التنسيقية مع سمو ولي العهد، ولكن احنا حسب التوجيهات ان شاء الله راح اكون معاكم، بس لان قاعدين نحضر حاليا الى مؤتمر صحفي الليلة فاعذروني، يعني راح استمر معاكم الى وقت معين، وإذا شعرت أن الوقت ضاق علي ممكن يعني أستأذنكم بالانسحاب للتحضير لهذا المؤتمر إن شاء الله. فأنا موجودة معكم وشاكرة إليكم يعني تقبلكم وجودي في هذه الفترة. شكرا. كل الشكر والتقدير سعادة الوزيرة، وجودك مهم دائما وأبدا، وفي كل أينما تكونين تضيفين إليه قيمة وقوة إن شاء الله. سعادة النائب الدكتور علي النعيمي تفضل. معالي الرئيس، ما أدري بد أود فقط أسألك سؤال للأمانة. اليوم في جدول الأعمال يوجد تغيير من ديوان الرقابة الذي صادر من اللجنة المالية بتاريخ 11 نوفمبر 2020، وفي تغيير آخر 2018-2019 أيضا لديوان الرقابة المالية صادر كذلك في 15 مارس، أي منذ شهر. ليش ما نزلنا هاي التقارير منذ شهر؟ ليش جمعناهم مع بعض؟ اليوم جدول الأعمال مشحون بالتقارير، اليوم جدول الأعمال أصبح كلها تقارير فيما يتعلق بالشؤون المالية، وينبغي منها المناقشة المتأنية في ذلك. فأود الإجابة من قبلك الله يسلمك. ثانيا الله يسلمك، اليوم نناقش تقرير ديوان الرقابة لعام 2018-2019. معالي الرئيس، أصحاب السعادة النواب، هذا التقرير لا شك بأنه هو مادة دسمة لتحريك الأدوات الدستورية من قبل أعضاء السلطة التشريعية، وذلك بموجب الدستور الذي اليوم احنا نحميه ونلتزم به. معالي الرئيس، ديوان بالنظر إلى إنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية أنشئ في عام 2003، ومنذ 2003 إلى 2010 استمر في عمله الرقابي المالي، ومن ثم أتى تعديل تشريعي لتفعيل اختصاصه في الشأن الإداري، وذلك في سنة 2010. فبالتالي أرى معالي الرئيس، أصحاب السعادة والنواب، أنه ينبغي خصوصا اليوم هذا الجهاز ديوان الرقابة المالية والإدارية يحظى برئاسة جديدة برؤية جديدة من سعادة الشيخ أحمد بن محمد، الذي بلا شك اليوم هذه الشخصية معروفة ليس في 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 محليا وإنما حتى إقليميا ودوليا في الشأن المصرفي المالي. فبالتالي ينبغي تطوير آليات والتشريعات التي تتعلق بديوان الرقابة المالية وتقييمه تقييم حقيقي من حيث المنهجية ومن حيث العمل. أضف إلى ذلك كذلك تطويره وتطوير أدائه وتعيين الموظفين والخبرات في هذا الجهاز. معالي الرئيس، لابد هنا أن أنوه كذلك الشكر إلى سعادة رئيس اللجنة المالية أحمد السلوم وجميع أعضاء اللجنة على ما يقومون به من جهد من خلال هذه التقارير الذي هم أوفوا بحقهم منذ شهر. سعادة النائب عيسى القاضي تفضل. لابد في الواقع من الإشادة بالدور الذي قام به صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد ولي العهد من خلال اللجنة في الواقع التنسيقية برئاسة سموه بتحويل 10 شبهات جنائية و10 ملاحظات للنيابة العامة و26 ملاحظة إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، و406 طبعاً ملاحظات إجرائية سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة حيالها من أجل العمل على عدم تكرارها. وهذه كانت خطوة استباقية من منطلق دور الحكومة في الواقع في إعادة الأمور إلى نصابها من الجانب المالي والإداري، ونحن من منطلق مسؤوليتنا سنواصل دورنا الرقابي على العمل الحكومي في حال وجود أي خلل أو تجاوز أو إهمال، والتأكيد على ضرورة
عقاب أي مسؤول أو موظف يتجاوز قوانين الدولة، حيث أن الأموال العامة حق لجميع المواطنين وليس من المسموح أن يتم التلاعب بها أو استقلالها لأغراض شخصية. لذلك في الواقع أنا أحيي كل من قدم جهد كبير للخروج بهذا التقرير من ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبلا شك هو عمل جبار، ولكن لا يعطي ثماره إلا بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة على ما ورد فيه من مخالفات وملاحظات. معالي الرئيسة، من خلال مراجعتي للتقرير وعلى الرغم من وجود ملاحظات متكررة، إلا أن التقرير اختلف عن التقارير السابقة، وبدأت الجهات الحكومية بالعمل على اتخاذ الإجراءات التصحيحية لتجنب حدوث المخالفات والملاحظات، وذلك نتيجة المتابعة الحثيثة من قبل المسؤولين بهذه الجهات وتوجيهات القيادة الرشيدة. ومثال على ذلك وزارة الصحة، حيث أن الملاحظات الواردة في تقديري لا ترتقي لتشكيل لجنة تحقيق، حيث قامت الوزارة بالرد بكل شفافية على تنفيذ التوصيات الديوان، وهذا أمر إيجابي تقوم به هذه الجهة. فيما عدا مسألة الأدوية في الواقع والتي لنا فيها حديث مفصل ووقفة بإذن الله، كما نشيد أيضا بتطوير النظام آي، نظام آي صحة لضبط وإدارة العمل الصحي، وقد ساهم تقرير الديوان في تغطيته أو تفعيله بشكل أكبر بعد تقديم الملاحظات بشأنه. في الوقت الذي أعتقد فيه بأهمية تأجيل مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بسبب انشغال الفريق الحكومي بإداء دوره تجاه جائحة كورونا، أرى بأن بعض النتائج تتطلب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل المخالفين. سعادة النائب أحمد المستاني تفضل. في البداية مع الرئيس أحب أشكر اللجنة والدور اللي قامت فيه ومشكورين عليه حقيقة. معالي الرئيس، القيادة الرشيدة وضعت الوزير في إدارة الوزارة وبكل ثقة تامة أولته إياها للحفاظ عليها معالي الرئيس. أما إذا غابت العين التي تراقب الوزارة أصبحت الوزارة في ضياع. معالي الرئيس، المخالفات القانونية التي يرتكبها الوزير ولا يحاسب عليها قانونيا تجعله في وضع الأمان ويعيش بكل أريحية، يسرح ويمرح لأنه مطمئن لأن المخالفات تتكرر في ديوان الرقابة كل سنة. معالي الرئيس، أرى أن تعمل الحكومة الموقرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المهدرة حسب التقرير المالي 2018 و2019. المخالفات التي رصدها ديوان الرقابة المالية، لا سيما المخالفات المتكررة والتي تتكرر كل سنة. أيضا على الحكومة الموقرة أن تفعل دور الرقابة الداخلية وتشدد العقوبات الرادعة على كل المخالفين في كافة الوزارات والجهات الحكومية. معالي الرئيس، أكتفي بما ذكرته، وأتمنى إن شاء الله أن القيادة الرشيدة تقول بالفعل وتحيل من أحالته للنيابة العامة حتى تثبت الحقائق إن شاء الله. شاكرين ومقدرين جهود الجميع، أكتفي بذلك. مع الرئيس، شكرا سعادة النائب. سعادة النائب باسم المالكي تفضل. كل الشكر والتقدير إلى وزيرة الصحة والطاقم الطبي تحت مظلة فريق البحرين في علاج المصابين بفيروس كورونا، دمتم سالمين بحول الله وقوته. معالي الرئيس، عندي كذا محور في بخصوص ديوان الرقابة المالية. أنا أتحدث في هذه المداخلة الأولى بعض المحاور. الملاحظات التي سجلت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية على وزارة الصحة في التقرير الأخير ليست جديدة. معالي الرئيس، فهي متكررة في أكثر من تقرير والناس تشعر بها منذ فترة، سواء في المراكز الصحية أو مجمع السلمانية الطبي. وللأسف الوزارة لا تحرك ساكنة اتجاه هذه الملاحظات المهمة التي تربط بصحة وسلامة حياة الناس. الصحة لا تقوم بحالة جميع الحالات المشتبهة بوجود خطأ مهني إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية كي تقوم نهرة بالتحقيق فيها، وهذا الأمر يدفع المتضررين إلى نشر شكاويهم
عبر الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، وعلى أثر تتحرك نهر القيام بدورها. لذلك يجب على الصحة إحالة كل الحالات المتشبهة بوجود خطأ مهني إلى الهيئة كي تقوم بالتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها. ذكر التقرير أن الوزارة لم تلتزم بالفترة القصوى المحددة في دليل إجراءات تقييم وتصنيف المرضى في قسم الطوارئ، وهذا الأمر لم يتغير بالرغم من رد الوزارة. فكل شخص يدخل الطوارئ السلمانية لا يعرف متى يخرج ويقضي يومه بالكامل في المستشفى، وهذا ما يدفع الكثير من المواطنين إلى التوجه إلى المستشفيات الخاصة. فلا يوجد للوزارة فلا يوجد للوزارة والطوارئ السلمية وقت محدد لمعاينة الحالات ولا التزام بالمعايير المحددة. مشكلة نقص الأدوية أيضا في المراكز الصحية ومجمع السلمانية الطبي لا زالت متكررة دون حل واضح ودون إيجاد آلية تنظم صحية بين الصيدليات والمخازن. فالصيدليات تعاني من نقص وهناك أدوية منتهية والجميع يلاحظ ويرى ويسمع الشكاوي والمواطنين في نقص الأدوية وهذا ما يدفع المواطنين إلى الصيدليات الخاصة لشراء الأدوية من جيبهم الخاص ويثقل كلاهما ويزيدهم إرهاقا وسوءا. مع الرئيس تم تخصيص قسم خاص لمرضى الدم الاستقلال من الذكور وهم يقدم خدمات لهم، في المقابل لم يتم وضع حل واضح لمعالجة مرضات السكر، فلا زالوا يعانون في قسم الطوارئ وتخصيص جناحين فقط للمريضات لا يستوعب الكم الكبير. سعادة وزيرة الصحة تفضلي. بس حبيت بس أوضح ما أشار سعادة النائب بشأن الملاحظات الواردة في التقرير على مجمع السلمانية الطبي. طبعاً إحنا لما جلسنا مع اللجنة عدينا الرد، وكان يعني حسب التقرير موجود كانت ردودنا جداً واضحة. هناك إجراءات كثيرة تم اتخاذها، وأيضاً أرسلنا ملف كامل بكل المرفقات اللي فيها الردود على ملاحظات ديوان الرقابة، وخاصة لما يتكلم على نقاط يتتعلق يمكن أخذ بعضها ما يتعلق بالعداء في حالات الاشتباه. طبعا التقرير الديوان ذكر حالتين، وإحنا طبعا الحالة أشرنا إليها أن تم إحالتها إلى هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية، وأما الحالة الثانية اللي ذكرت في تقرير الديوان كانت غير دقيقة، هذا كما ذكرنا في التقرير. طبعا بالنسبة إلى موضوع مرضى السكلر من الإناث، أشرنا أن المبنى للذكور إحنا يعني طبعا وضحنا هذا أيضا إلى اللجنة، يمكن لعدد من الأسباب أن هي مخصصة إلى الذكور، لكن تم تخصيص جناحين في المجمع السلمانية في الدور السادس اللي هو 63 و64. لا يعني العلاج لا يتم، هو ليست قضية مكان، وإنما هو توفير الخدمة بغض النظر عن توفيره في مكان أو آخر. طالما متوفر هذا المكان في الأجنحة فهي الخدمة موجودة، ليس بالضرورة يكون مكان مخصص لهم. وإحنا ذكرنا أن من الصعب الآن في ظروف أن إحنا ننشئ مركز مماثل إلى مركز الذكور يكون خاص إلى النساء، وليس هو هذا الغرض. وفيما يخص طبعا موضوع الأدوية أيضا أشرنا إلى أن هناك إجراءات أحيانا من الموردين أن يكون في عدم سرعة وجود هذه الأدوية معينة في الوقت اللي أذكرنا حتى للديوان. وإحنا طبعا وأشرنا أن إذا هو الديوان لم يقتنع أن في أدوية لها البديل، لكن الديوان يرى أن ضرورة توفير هذه الأدوية المعينة. في أحيانا حتى بعض الأطباء يستبدلون أدوية لأن هناك تكون أدوية جديدة، فلما يتعود المريض على نوع معين من الدواء ولما يتغير يعتبر أن هذا غير متوفر. سعادة النائب أحمد الأنصاري تفضل. نحن اليوم أمام التقرير 16 لديوان الرقابة المالية والإدارية الذي بلغت عدد صفحاته 881 صفحة.
16 تقرير، وفي كل تقرير جديد نشهد زيادة في صراحات التقرير ومخالفات مالية وإدارية ما كان ينبغي أن تتكرر. معالي الرئيس، التقرير الذي أمامنا مليء بالمخالفات. بداية من الأسف الشديد، رأينا عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة يبتسمون وهم يستلمون التقرير الذي يدين ويدين وزاراتهم بأن لديهم تجاوزات وأخطاء، ولا أدري لماذا هذه الابتسامة، هل بأن هذا التقرير لا يعني شيئا؟ ما الهدف من إصدار هذا التقرير سنويا إذا كانت الوزارات لا تهتم بتصحيح أوضاعها؟ فإننا نرى التقرير يتضاعف حجما سنويا، وللأسف الشديد ونفس الملاحظات تتكرر من نفس الوزارات. إذا أتكلم عن التقرير اليوم، أرى أن اللجنة قد تعاملت قليلا بازدواجية مع بعض الجهات، فيمكن هناك محاباة لجهات دون أخرى. ومثال ذلك ما ورد في التقرير عن وزارة التجارة مثلا، في الصفحة 95 من الآيباد عن تقرير، هناك تحصيل رسوم مقدار 50 دينار على بعض التأشيرات بدلا من 20 دينار، وترتب عليه تحصيل الوزارة مبالغ بالزيادة بغير وجه حق. هذا كلام التقرير. ثانيا، احتساب غرامة التأخير في تجديد القيد بالسجل التجاري على السجلات التجارية اعتبارا من تاريخ الشق بدلا من تاريخ العمل بالقرار عن التأخير في تجديد القيد بالسجل التجاري، الأمر الذي ترتب عليه استلام الوزارة لمبالغ غرامات مالية بالزيادة مرة أخرى من غير وجه حق. عدم صحة برمجة النظام الآلي لاحتساب الغرامة المالية لبعض المعاملات، الأمر الذي ترتب عليه استلام الوزارة لمبالغ غرامات مالية أقل من غرامات المستحقة، وجود أوجه قصور. هذه كله كلام التقرير. وزارة الصناعة والتجارة لم تقم بإلغاء التراخيص الصناعية للمنشآت، لم تبدأ في الإنتاج منذ سنوات. 628 منشأة صناعية لم تقم بتسجيل بياناتها في السجل الصناعي. يعني أنواع كثيرة من الغرامات موجودة، ولكن للأسف ما صار عنها شيء. كنت أتمنى أن تقترح اللجنة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية على الأقل إن لم تكن تريد الاستجواب، ولكن طرح الموضوع للمناقشة عامة ما هي الفائدة منها؟ أخيراً، أطالب بتطبيق المادة 48 من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، التي تقول تعرض الخلافات التي تحدث بين الديوان والجهات الخاضعة لرقابته بشأن الرقابة التي يمارسها للبت فيها على جهة أو لجنة يصدر بتحديدها أمر ملكي. يجب تكون هناك لجنة هي التي تقرر من هي الجهة التي تقول الحق والباطل، وهذا في المادة 48. وشكرا. سعادة النائب ممدوح الصالح، تفضل. بداية معالي الرئيس، أود أن أقدم شكري العميق إلى الأخوة في ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأحب أن أؤكد أن رسالتهم الواضحة في كتاب اللي حطوا فيه التقرير، اللي تقول فيه التحقق من سلامة ومشروعية استخدام الأموال العامة وحسن إدارتها. هذه الرسالة الواضحة في هذا الكتاب اللي يقدم إلينا من 16 سنة. معالي الرئيس، بعد حبيت أشكر اللجنة المالية واجتهادهم في رفع التقرير، ولو عندنا بعض الملاحظات على هذا التقرير ممكن أن أذكرها في نهاية مداخلتي. حبيت أوضح معالي الرئيس فيما تم طرحه من شوية من السادة النواب وكذلك من مدير المعهد الإدارة العامة
في موضوع المستشار الأجنبي جنسيته فرنسية أو جنسيته بلجيكية، المهم أنه هو مستشار يؤدي غرض معين في إدارة تعتبر أو معهد يعتبر حكومي. هذا المستشار معالي الرئيس يستلم له 5250 دينار شهريا. تفضل مدير الإدارة العامة للمعهد وقال إنه هو ما يستلم مبالغ من المعهد الدولي للعلوم الإدارية الموجود في مملكة بلجيكا. هو يطلع من هنا، هو موظف في البحرين ومستشار في هذه الإدارة العامة في معهد الإدارة العامة، وأعرف إنه هو يطلع من البحرين يروح يداوم في المعهد الدولي للعلوم الإدارية على حساب مملكة البحرين لأنه هو يمثلها وما يستلم راتب من هناك، فهذا بعد مصيبة أخرى معالي الرئيس. بذكر إليش معالي الرئيس في رقم 15 من التقرير الموجود عندنا قدامنا المقدم من اللجنة المالية فقرة ألف، وتحديدا هذا نصها: عدم استفادة المعهد من خدمات مستشار التعليم والتطوير الأجنبي على وجه الأمثل، وذلك نظرا لتوليه منصب مدير عام المعهد الدولي للعلوم الإدارية في مملكة بلجيكا، والذي يحتم عليه التواجد خارج مقر المعهد حوالي ثلثي أيام العمل الشهري. معالي الرئيس سنويا يصرف على هذا المستشار 63,000 دينار، وهذا المبلغ من أموال الأموال العامة لمملكة البحرين، ويفترض على الوزير المعني مثل ما ذكرت التوصية في اللجنة المالية باستجواب وزير المعني. والآن الكلمة لسعادة وزير التربية والتعليم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الرئيس، الأخوة الكرام، أعضاء المجلس، أولا أهنيكم بقدوم شهر رمضان المبارك، أسأل الله تعالى أن يعيد عليكم وأنتم فأتم صحة وعافية، وبلدنا إن شاء الله في طريق الخير والتقدم في ظل قيادته الحكيمة. سعادة الرئيس، في بعض النقاط أنا استمعت إليها، وأنا أيضا مع زملائي الذين أستأذنك إنهم سوف يتابعون الرد، عاد ذلك من منطلق احترام أيضا كل ما جاء في هذا اللقاء المبارك وما شاده من حسم ديمقراطي نسعى جميعا إليه. فيما يتعلق بقضية إنجاز المشاريع 45% أشير إلى وزارة التربية، وهي ملاحظات نقدرها، ولكن لي أنا وجهة نظر فيها إسوة بزملائي الذين معي في هذه الوزارة أيضا الذين ينقلون إليكم تحياتهم. في الواقع أن المشاريع في وزارة التربية والتعليم، إذا أتينا إلى الجانب الإنشائي، فهذه المشاريع لها إجراءات كثيرة، والوزارة ليست هي المسؤولة عن تنفيذها، فهناك وزارة مسؤولة عن المنشآت الحكومية بشكل عام والمباني الحكومية. ولكن فقط للتوضيح، هناك إجراءات يجب أن تتبعها الوزارة فيما يتعلق بهذا الجانب. بعد اعتماد الميزانية، وهو أمر يأخذ درجات من العملية التشريعية والتنفيذية، بعد ما يتم اعتماد المبلغ وتخصيصه ونستلم رسميا ذلك، يتم تحديد نوعية المنشأة التي موجودة والتي تم عمل خرائط لها، ثم ترسل إلى مجلس المناقصات، ومجلس المناقصات مشكورا يحاول أن يكون هذا الطلب مستوفيا لجميع المتطلبات، ثم يتم تقييم هذه المناقصة من قبل أكثر من جهة، سواء وزارة التربية أو وزارة الأشغال، ثم مجلس المناقصات يتأكد من هذا الإجراء. بعد ذلك معالي الرئيس يتم طرح هذه المناقصة. إذن هناك وقت كبير استغرقه
هذا العمل، وهذا أيضا أمور ليست للوزارة إلا أن خيار إلا أن تتبعها. هذا على الصعيد الجانب الإنشائي، وهناك أيضا مشاريع نحاول بعض الأحيان مع الأخوان في وزارة الأشغال أن نقارن الفترة، لكنها مشاريع صغيرة جدا. أنا أتكلم عن مدارس، أتكلم عن مباني أكاديمية، أتكلم عن يعني أمور تحتاج أيضا إلى جانب مالي، ولكن كلها مرتبطة بإجراءات في أكثر من طرف في الموضوع. تفضل سعادة وزير المواصلات والاتصالات. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أحب أهنيكم بحلول شهر رمضان مبارك، أتمنى أن الله يعيد علينا كلنا اليوم الخير والبركات، أتمنى لكم الصحة أيضا. أول شيء أحب أن أشكر ديوان الرقابة المالية على التقرير، تقرير مهم ويساعد جميع الجهات الحكومية أن هي تقوم بتطوير العمل الحكومي بشكل مستمر. أنا سعيد بأتكلم عن المواضيع اللي تخصني، يعني تكلمت عن شركة المطار بسبب تيريت من سيدارتها. أنا سعيد بأداء شركة المطار وحتى التقرير، التقرير ما جاب أي مخالفات أو أمور تستدعي نيابة أو تستدعي هي شبهة فساد. الحمد لله كلها ملاحظات عامة تحتاج نطورها وننفذها، وبالفعل تم تنفيذ 80% من الملاحظات اللي تم التطرق لها. في ملاحظة تم التطرق لها من الأخ ناب الأول سعادة الأخ عبد النبي سلمان، وأيضا سعادة الناب ممدوح فيما يخص المستشار القانوني. أبا أذكر الجميع أن أول شيء إحنا شركة وليس جهة حكومية. المستشار القانوني في الشركات ما يعني أنه هو سكرتير مجلس إدارة في الكثير من الشركات العالمية وحتى في البحرين، مو بشغله أنه هو يصير سكرتير مجلس إدارة، يمكن في بعض الشركات، ولكن لازم يكون دي على حسب اتفاق ما بين الشخص وما بين الشركة عند التوظيف. طبعا هذه كل أمور صارت في مجلس إدارة قبل أنا ما استلم الوزارة، وكان في موافقة من مجلس الإدارة السابق أن ذي المستشار القانوني بنعطيه مسؤوليات إضافية اللي هي مسؤولية سكرتير مجلس إدارة، وبيتعوض عليها ب 500 دينار على الاجتماع، وبالفعل استلم مثل ما قلتوا 23,000 دينار على مدى 4 أو 3 سنوات. أنا لما علمت الموضوع قررت أن أقول له لا ما بتستلم تقوم بهذا الشيء، وبالفعل في 2018 وقفنا ذي الشيء قبل ما أيون ديوان الرقابة المالية. فلذلك يعني أبين حق الإخوان أن يعني في الكلمات شوي نكون حساسين شوي، أن نكون حريصين أن نقول شيء. هذه الملاحظة تم وقفها أول ما عرفنا عنها، وهي أصلاً ما في أي خلاف لا قانوني ولا في سياسة الشركة شيء يمنع الشيء، مجرد براكتس كنا عشان أن أي ما تكون في أي يعني كلام خلنا نوقف الموضوع دي ونقول لنا أنت ما بتسلم مكافأة جراء كونك مستشار قانوني. وبالفعل بعد عن تجديد عقده قال أنا ما بقوم بالمهمة إلا إذا عدلت معاشي، وبالفعل أعطنا زيادة سنوية بسيطة عشان نهي الموضوع. فأنا أعتقد كلام مثل هدر المال، إحنا آخر ناس مستحيل أصلاً إن إحنا نهدر مال، وقدرنا عنا بنوقفه إميديتلي وإذا قلطنا بنقول قلطنا وعدلنا. طب يعني أوصيكم جميعاً إن إحنا كل الملاحظات المذكورة على الأقل عن شركة المطار بعضها حصلناها إحنا في تقرير ديوان تقرير داخلي ونكتبت في تقرير ديوان، وكنا ورني بنسويها، لذلك إحنا اليوم جميعاً تم تنفيذها تقريباً 80% والباقي جاري تنفيذها. شكرا جزيلا. واعتقد ديوان الرقابه خدم البحرين بشكل كبير، اكيد بشكل مستمر بيجينا بملاحظات، مستحيل ما يكون في ملاحظات، لان احنا في الاخير البحرينيين اخوانكم البحرينيات اللي يشتغلون بيصفون عن اشياء بيغلطون. بعض الملاحظات كانت موجوده من عشرات السنين تم ملاحظاتها مؤخرا وتم تعديلها في بشكل مباشر اول ما عرفنا عنها. شكرا جزيلا. سعاده النائب عبد الرزاق الحطاب تفضل. تقرير ديوان الرقابه الماليه والاداريه كل ما لا يمتن وزيد وزنه. أقول أن الأصل في التقرير هو محاسبة الجهات المعنية من وزارات وأيضا هيئات، ودور المجلس هو الاستفادة من التقرير كمرجع لممارسة مهام التشريعية والرقابية. وجاءت توصيات اللجنة، لجنة المالية بالمجلس، أقل من المتوقع، وذلك مقارنة بما جاء في تقرير الديوان، وصار تقريرهم أقوى من توصيات اللجنة. وأنا يعني أشوف أن لابد أن المجلس يقوم بدوره الرقابي بما يراه مناسبا وليس بناء على توصيات اللجنة. وشكرا.
شكرا سعادة النائب. سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة تفضل. معالي الرئيس، بالنسبة لما سمعناه بالنسبة لوزارة شؤون الشباب والرياضة، طبعا وزارة شؤون الشباب والرياضة تعطي تقرير ديوان الرقابة أعلى الأهمية للأمانة، وهذه بناء على توجيهات القيادة. فبالنسبة للتقرير وبالنسبة للملاحظات، الإجراءات اللي اعتمدتها الوزارة كانت واضحة وصريحة. الإجراء الأول هو اعتماد لجنة داخلية لرصد المخالفات وللتنسيق والاجتماع مع ديوان الرقابة ولتحضير المستندات والإثبات وغيرها من الردود بناء على طلبات المعنيين في الوزارة. هذه كانت طبعاً الخطوة الأولى. أما بالنسبة للخطوة الثانية، وبعد انتهاء الاستلام من تقرير ديوان الرقابة، سمعنا واستلمنا نفس النقاط اللي تفضل بها سعادة النائب، ألا وهي أن في بعض الزملاء زميل أو زميلة ما كانوا أو كانوا خايفين أن نقاطهم وردودهم ما وصلت إلى ديوان الرقابة، وبناء على هذا الطلب تم التنسيق بيننا وبين ديوان الرقابة لجمع هذه الملفات ولترتيب فرصة لهم لأن يقدموا ردودهم مباشرة إلى ديوان الرقابة. واستلمنا رد طبعا من ديوان الرقابة أن بعد النظر في المستندات الجديدة اللي قدموها والمعلومات التفصيلية، أن ديوان الرقابة مقر أو مستنتج أن الاستنتاج الأساسي اللي وصلوا له هو نفسه اللي من حق ديوان الرقابة أنه يوصل له. أما بالنسبة للنقطة الثالثة والأخيرة، من واجب وزارة شؤون الشباب والرياضة في حال أن رأى ديوان الرقابة بإحالة بعض المواضيع للتقرير، من واجب ديوان الرقابة عفوا وزارة شؤون الشباب والرياضة أن تحول هذه الطلبات وتفتح الملفات. فالملفات كلها اللي تم فتحها هي ملفات مسلسلة بناء على التسلسل اللي متواجد في الديوان. وبالعكس احنا بالنسبة لنا اذا تحفظنا في هذه الاجراءات، يتخيل لي ان ما نرضى ولا ترضون على لا ديوان الرقابة ولا على المال العام ولا المصلحة العامة. فان شاء الله ان كانت هي الاجراءات سليمة. طبعا ما في شك ان كل من منتسبي وزارة شؤون الشباب والرياضة همهم الاول والاخير هو الرد على ملاحظات تقرير ديوان الرقابة والتعديل والاصلاح في حال ان كان في خلل، وتسليط الضوء بدون اي تردد في حال ان كان في اي نوع من الاخطاء. شكرا. إذن مقرر اللجنة، تفضل أذكر لنا توصية اللجنة كما هي. تفضل سعادة النائب حمد العامر. أحمد العامر تفضل. الموافقة على التوصيات الواردة بالتقرير مع حالة ما يتعلق منها بالسلطة التنفيذية إلى الحكومة. إذن الموافقون على توصية اللجنة تفضلوا تصويت. أغلبية موافقة، تحال التوصيات إلى الحكومة الموقرة. وبذلك نصل إلى ختام هذه الجلسة، لكم كل الشكر والتقدير، ونراكم إن شاء الله في أول يوم رمضان. الله يبلغنا وإياكم بالصحة والعافية، وستكون الجلسة ستكون في تمام الساعة 10:30. شكرا جزيلا.